لن تصدق، هذه الزوجة جاءت بصاحبتها إلى المنزل فكانت الكارثة الكبرى. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كانت هناك زوجة تعيش مع زوجها الذي كانت تحبه جداً، وهو أيضاً كان يحبها، وكانت الأمور تسير على ما يرام بينهما نظراً للتفاهم والحب الذي كان بينهما، وكان كل واحد منهم مخلصاً للآخر، وكان كل واحد منهم أيضاً يسعى لإرضاء وإسعاد الآخر. فكان الزوج يعمل ليلاً ونهاراً حتى يأتي لزوجته بكل ما تحتاج إليه من متطلبات الحياة المعيشية، وكانت الزوجة أيضاً تحاول أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة به حتى تجعله أسعد إنسان في الدنيا. وظلت الأمور هكذا بينهما تزداد حبا وعشقا كل يوم، وكان لكل منهما أصحابه المقربين الذين يخرجون سويا ويسهرون خارج المنزل وأحيانا داخل المنزل. فكان للزوج صاحبه المقرب له، وكانت أيضا للزوجة صاحبتها المقربة لها. وفي إحدى الأيام جاءت الزوجة بصاحبتها إلى المنزل حتى يسهرون سويا داخل المنزل، وكان الزوج متواجد في المنزل في هذه الليلة التي جاءت صاحبة زوجته حتى تسهر معها. وبدأت صاحبة الزوجة تنظر إلى الزوج ببعض النظرات الغريبة، ولكن الزوج كان يحاول ألا ينظر إليها، وكان يقول لنفسه من المؤكد أنها لا تقصد أن تنظر لي كما فهمت. ولكن في الحقيقة كان هذا الكلام مجرد أن يضحك به على نفسه، ولكن بدأت صاحبة زوجته تأتي كثيرا إلى المنزل وتظل تنظر له عندما تأتي الفرصة. وليس ذلك فقط، بل كانت عندما تدخل الزوجة إلى المطبخ لإحضار بعض المأكولات أو المشروبات كانت تتجه ناحية زوجها وتجلس بجانبه وتحاول إغراءه حتى يلمسها، ولكن الزوج كان يبتعد ويحاول أن يوقف هذه المهزلة التي تحدث من صاحبة زوجته. وبسبب ثقة زوجته به كانت أحيانا تتركهم سويا داخل المنزل وتذهب لشراء بعض الأغراض ثم تعود مرة أخرى. وفي إحدى الأيام جاءت سفرية للزوج خاصة بالعمل، وبالفعل سافر الزوج، وبعدها جاءت رحلة للزوجة فقامت بالاتصال بزوجها حتى تأخذ رأيه في هذه الرحلة. فوافق زوجها وقال لها بدلا من أن تجلسي بمفردك اذهبي لقضاء هذه الرحلة حتى أعود من عملي. فقامت الزوجة بالاتصال بصاحبتها حتى تأتي معها، ولكنها اعتذرت لها وقالت لها بأنه لن تقدر أن تسافر معها هذه الرحلة. وبالفعل سافرت الزوجة بمفردها وتوجهوا إلى فندق الإقامة، وعند وصولهم كانت الكارثة عندما شاهدت زوجها جالس مع صاحبتها في نفس الفندق، وكان الزوج لا يعلم بأن ذلك المكان هو الخاص بمكان الرحلة. فلم يستطع الزوج التحدث مع زوجته، فقالت له الزوجة ماذا تفعل هنا مع أعز صاحبة لي؟ فقال لها زوجها بأنهم تزوجوا على سنة الله ورسوله. فكادت الزوجة أن تنهار بعد سماعها ذلك الكلام، ثم رجعت إلى منزلها مباشرة وهي لا تصدق الذي حدث من زوجها ومن صاحبتها بعد كل هذه السنوات. ثم طلبت الطلاق والانفصال عنه، فذهب لها زوجها حتى يتوسل إليها بأن تسامحه، ولكن الزوجة رفضت تماما بأن تعود إليه، وحتى لو قام بطلاق صاحبتها فلن تعود أيضا إليه. فحاول الزوج كثيرا حتى قال لها بأنك أنت السبب فيما وصلت إليه، فكنت تأتي بصاحبتك إلى المنزل وكانت تظل تنظر لي، وكنت تتركينا بمفردنا داخل المنزل، وأنا إنسان أعيش تحت الضغط في كل وقت، فلم أقدر أن أتماسك أمام إغرائها لي، وفي نفس الوقت لم أقدر أن أفعل الحرام معها حتى لا أغضب الله سبحانه وتعالى، فلذلك تزوجتها على سنة الله ورسوله. فجلست الزوجة مع نفسها وهي تفكر في كلام زوجها حتى اقتنعت بأنها لها دور كبير فيما يحدث، وإنها هي التي تسببت فيما حدث بدون أن تقصد. فلذلك قررت بأن تعطي لزوجها فرصة أخرى حتى لا تهدم كل الحب الذي كان بينهما. وبالفعل قام زوجها بطلاق صاحبتها ورجع إلى زوجته حتى يستكملوا حياتهم كما كانت، ولكنهم قد تعلموا درسا يظل أمامهم طوال الحياة حتى لا يخطئون مرة أخرى بعد ذلك في هذه الدنيا. اللهم اجعلنا أن نسامح بعضنا البعض وأن نتعلم من أخطائنا قبل أن ندمر حياتنا بأيدينا.
لن تصدق هذه الفتاة، نامت في منزل شاب بمفردها، فماذا فعل الشيطان معهما؟ ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي ووضع لايك لنصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق؟ أما الآن هيا بنا لنبدأ. كان هناك فتاة تعيش مع والدها فقط، حيث تركتها أمها وهي تقوم بولادتها، فليس كان أمام والدها غير أن يقوم بتربيتها والحفاظ عليها لحين زواجها بابن الحلال الذي يرزقه لها الله سبحانه وتعالى. كبرت الفتاة في حضن والدها، وكان والدها يعاملها أفضل معاملة ويطلق لها كامل الحرية في جميع تصرفاتها، لأنه كان يعلم أن ابنته على خلق وقريبة من الله سبحانه وتعالى. وفي إحدى الأيام قالت الفتاة لوالدها بأنها تريد أن تذهب لصديقة لها لحضور حفل زفافها، ولكنها كانت في مدينة غير مدينتهم، ولكن والدها كان مريض ولم يقدر أن يذهب معها إلى هذا الحفل، فقالت له ابنته بأنها سوف تحجز في القطار ذهابا وإيابا حتى تكون مطمئن حتى أعود إلى المنزل. فقال لها والدها لابد من حضور هذا الحفل، فقالت له ابنته ضروري جدا لأنها من أعز أصحابي ولم أقدر أن أتخلى عنها في مثل هذا اليوم. ونظرا لثقته بابنته وافق على ذهابها بمفردها، وهو يصلي ويدعي لها بأن تعود بسلامة الله وحمده. وبالفعل ذهبت الفتاة إلى حفل زفاف صديقتها، وبعد الانتهاء من الحفل رجعت الفتاة إلى محطة القطار حتى تعود إلى منزلها، ولكن كان هذا اليوم توجد أمطارا كثيرة وتأخر القطار أكثر من اللازم. ولاحظت الفتاة بأن هناك بعض الشباب ينظرون إليها بعض النظرات الغريبة وكأنهم يتفقون عليها، فخافت الفتاة وقامت مسرعة إلى أقرب منزل من محطة القطار وطرقت باب المنزل، ففتح لها الشاب الذي يسكن بذلك المنزل، ولكن المفاجأة أنه كان يسكن بمفرده. فدخلت الفتاة وقالت له على كل شيء حدث معها، فقال لها أني لا أمانع من أن تظلي هنا حتى الصباح، ولكن المشكلة أني أعيش هنا بمفردي. فقالت له الفتاة ولكن أرى أنك شابا طيب وتخاف الله سبحانه وتعالى، واثق من أنك سوف تحافظ علي حتى الصباح. فوافق الشاب على وجودها ودخلت حتى تنام في غرفة نومه، وظل هو جالس في الخارج، ولكن الشيطان لم يتركه في حاله، فدخل في أفكاره بأن يفعل الحرام مع هذه الفتاة، ولم يقدر أحد أن يتكلم لأنها هي من جاءت إلى منزله ونامت على فراشه، ولكنه استغفر الله العظيم وقام وصلى ركعتين لله تعالى بأن يثبته ويبعد عنه الشيطان. وبالفعل قامت الفتاة في الصباح حتى تعود إلى منزلها بعدما شكرت الشاب كثيرا على ما فعله،